لو الحكاية فيها إن فيجو. حضرتك بتوزع الباقات دي دلوقتي على الاخوه المسحين هنا؟ معلش ممكن نرفع شويه؟ طيب هو في عفويه المسيح كل سنه وانت طيب عيدك وبعيد، ولا يمكن ابدا ان انا هعرف احتفل بعيدي الا غير لما انت تعيد عليا، ولا يمكن ابدا انك انت هتعرف تحتفل بعيدك الا غير لما انا اعيد عليك، لان احنا كلنا مصريين مش على الارض.